سمو الصغير تمام، لزوجي الازرق وإلي الزهري. على فكره كان في منا احجام، هذا جبته ب 16 درهم شكل الثاني. يا صباح أول جمعة ببيتي، صدف سبحان الله تاني يوم إلي ببيتي هو يوم الجمعة. عشت أجواء الجمعة مثل ما شفتوا بالفيديو. متحمسة اليوم كتير لأنه رح نفتح أول مشتريات بالبيت وكمية كبيرة كتير، ورح ننظف أول شيء وبعدين نفتحه مع بعض. تعالوا معي ننظف ونرتب ونظبط الأمور، واللي عنده شيء تعزيلة تنظيف يجي يتفرج على هذا الفيديو رح يتحمس مليون. اليوم أنا عم نظف، بس صراحة أنا لما استلمت البيت كان نظيف، بس شو صار؟ مو قلت لكم صار في تسريب مي فتوسخ المطبخ، فصار بده تنظيف عميق. فجبت لكم كريم التنظيف، يعني في نحن بسوريا كنا نقول له جيف، بس في ماركات تانية غير جيف عرفتوا، اسمه كريم التنظيف. حطيت منه، حطيت شوية مي وبالفوطة أنظف كل شيء، بيرجع المطبخ عم يلمع لمع وكل شيء هيك أبيض بيرجع غير شكل، خصوصا إذا في عندكم بقع صعبة. فوالله ما عندي سيبة يا جماعة، فنظفت وطلعت على المجلة لحتى أنظف، الحمد لله ما وقعت. هلا انا مشيت من الفوق لتحت، هيك مشيت تدريجيا، يعني خلصت الخزن فوق نزلت على المجله بدي انزل على الخزن تحت، فعم نظف تدريجيا يعني هيك لحتى يخلص كل الامور، يعني شوي شوي بتخلص والحمد لله الامور سهله ومو صعبه لانه ما في غراض. بس كان في غراض بتحس الامور اصعب، كنت تنزلوا وتطالعوا وترجعوا تحطوا، فما في غراض فالامور سهله الحمد لله، يعني بسرعه خلصت. والوسخ يعني مو لهالدرجه كثيره، لا عادي، بس انه كان في غبره وهيك بتعرفوا هي التنظيفه لابد منها. وحتى هي الفوطه مثلا او الليف اللي عم بستخدمها، بس اخلص تنظيف بتب الليفه ما بعيفها نفسها لانه هي الليفه خلص تعبي الجراثيم، فاستخدمتها طول الوقت وبعدين كبيتها.
هالمرة على طلبكم ما طولت عليكم، مشان هيك بدي اياكم تدعموني، تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتشاركوا فيديوهات رفقاتكم، لانه في فيديوهات كتير حلوة جاية. اخيرا خلصت شغل، ماني مصدقه من افتح المشتريات واشوفهم وافتحهم معكم وافرجيكم اياهم، فاعطوني رايكم كمان. اول شغله حبيت اشتريها هو هدول الكواب، كوب لإلي وكوب لزوجي، لزوجي الازرق وإلي الزهري، سعرهم 10 درهم من مول رامز، هدول جبتهم. وجبت طقم كاسات، 6 كاسات من كمان من مول رامز، حبيتهم على فكره. اذا لاحظتوا هدول بيشبهوا تبعات ايكيا، بس انه مو من ايكيا عرفتوا، بس وسعرهم كتير رائع. شوفوا سعره 10.95 يعني 11 درهم، و6 كاسات كتير حلوه. شو رايكم فيهم؟ اعطوني رايكم. رح فرجيكم من ميس ماكس شو جبت. لقيت طقم طناجر كتير عجبني وكتير حلو واشتريته. المشكلة اللي ما لقيت فيه عندهم لا طوايات ولا الشغلات التانية اللي بتلزمني، يعني الطقم الطناجر بس الطناجر. تعال فرجيكم اياها. لقيت هاي الطواية، بس هاي الطواية يعني شلون بدي اقولكم، للبانكيك، للكريب، للبيض، بس بدي طوايات تانية. شوفوا ما احلاها، حبيت كتير هذا اللون، هذا اللون اللي اشتريت منه الطناجر. هذا الحجم الصغير، طلعوا سعره 75، وهذا الحجم الوسط شايفين سعره 90 درهم، وهذا الحجم الكبير. حبيت يكون اللون الابيض بالمطبخ صراحه، راح ادخل كل ادوات المطبخ اكتيتها لون الابيض. حابه هي سعره 95. شوفوا هذا هو حجمهم، اعطوني رايكم فيهم. انا شايفتهم مناح بالنسبه لإلي لعائلتي، لا بس لازمني شغله، لازمني طنجره اصغر، لانه الطناجر ما بكفوني للطبخ واحدا لعائلتي. ثاني شغله الطوايه هاي ما بتكفيني، وبعد ما دورت وبحثت وبحثت الا بدي نفس الشيء، الا زوجي يشتري غيره. لا له ما بصير، بدي الطقم كامل مكمل. فلقيت عند هوم بوكس نفس الرسمه ونفس الموديل سبحان الله ونفس الالوان. تعالوا افرجيكم اياهم. شوفوا يا جماعه مو نفس الشيء، خلوني اشيل هاي الورقه. لسا هوم بوكس حاطي لي هاي الحلو، كتير مفيدة على فكرة. هاي شوفوا نفس الشيء، نفس الرسمة، نفس الشيء، نفس السيستم. فجبت الطنجرة الصغيرة، هي الطنجرة الصغيرة. والله قديش السعر ماني متذكرته، لأنه مو حاطين عليها السعر. واشتريت غطاها، بس شوفوا الغطا مختلف، شايفين هون لون أسود، هون لون يعني عاطي عليها سكري اكثر، بس هي يعني نفس الغطاء. يا ريت ما اشتريت الغطاء. بس مشكلة يعني واحد بنزل بعيد الشر بعيد الشر، انا مرة انكسر معي غطاء. يا جماعة فكرت هي اصغر، طلعت نفس حجم هاي، بس على فكرة بتلزم لانه انا بدي هذا الحجم، يعني هذا الحجم مناسب لعائلتي. جبت هذا الحجم كمان، هذا الحجم انا من زمان بحبه بتركيا. لاحظ لكم لشو هاي الطنجرة، شو هدفي فيها؟ هدفي فيها انه اعمل الرز، الرز والمعكرونات بهي الطنجرة كتير بحبها، بتجي مسطحة وما انا غميقة. فالرز والمعكرونة كتير بحب فيها هاي، وهي القطعة كتير حبيتها، كتير مفيدة لانه بدي احطهم فوق بعضهم. ما جبت الا غطا، ليش يا حذركم؟ قلت يا تسليم ليكون هذا الغطا بيصير عليها، او الغطا بيصير عليها، والحمد لله ما بحتاج اشتري غطا، لاني بهوم بوكس الغطا لحاله سعر والطنجرة لحاله. جبت طوايتين وسط وصغيرة على حجم عائلتي، صار عنا 3 طواية. هاي القطعة من أهم القطع اللي كان من زمان بدي أجيبها وما لاقي منها.
هاي القطعة كتير مفيدة، مشان استغني عن الشواية، انا ما راح اشتري شواية، مشان اعمل لهم سندويشات بكرة للأولاد، فكتير ضرورية، فجبتها كمان من هوم بوكس كمان تكملة للطقم. هون بالامارات عندهم هوم بوكس مثل يعني كوتشتاش بتركيا، مثل ايكيا، عندهم هوم سنتر وهوم بوكس، وعندهم بان هوم، هدول ثلاث شركات فيها شغلات مفيدة ممكن تجيبوها للبيت وشي عملي، عرفتوه من فرش وغيره وغيره. هاي القطعة كانت كتير مهمة لسلق البيض، للحليب، لكتير شغلات، لأنه فيها مادة ما بتخلي الحليب يلتزق، في كتير ركوات بيكون بيلتزق فيها الحليب وكتير صعب تنظيفها، فهي بتكون من الركوات الممتازة. شوفوا حجمه مناسب وكويس، تمام، كتير عجبتني، وعجبني هاي القطعة كتير مفيدة. قلتلكن هالمرة بدنا نعمل لون موحد للبيت، بدنا نعمل لون موحد، فلقيت من نفس السيستم بريق شاحن، فقلت عز الطلب، حبيت كتير لهلا بريق الشاي، استخدمته بيني وبينكم، بنصحكم فيه كتير. الحلو فيه انه مثلا حطيت فيه مي وسكرته، بس تغلي المي بيصفر فورا، بيصفر بس صفر بشيله. صراحة يعني بيني وبينكم هو عملي أكثر من الإزاز، الإزاز كتير بتوسخ، كتير من الصبغ كتير بتوسخ، وفي شغلة أهم من هيك، الإزاز بعيد الشر، إذا بتحطوا له مي باردة فجأة بينفجر أو بينكسر، فديروا بالكم منه، أنا بخاف منه أحيانا. وهي القطعة كتير ضرورية، والله مين أكثر حدا بيستخدمها؟ أنا وزوجي، زوجي بحب قهوة الفلتر، فمشان هيك جبتها، وأنا بحب النسكافيه ورغوة وهالشغلات، فبعمل فيها. على فكرة كان في منا أحجام كتيرة، بس أنا أخذت الحجم الوسط، في أكبر وفي أصغر، هذا الحجم مناسب لنا. وهذا هو طقمي كاملا، حبيت يكون كله نفس الألوان، كتير أنا مبسوطة فيه، هي أول مرة بحس إنه اشتريت شيء مقتنعة فيه 100%، يعني بالعادة زوجي يقول لي اشتري بسرعة يلا بدنا نخلص يعني مشان نستخدمه كذا، فالحمد لله. قولوا لي رأيكم فيهم، إذا حدا كمان مجربه يعطيني رأيه فيهم، وأنا إذا جربته رح أحكيكم رأيي فيهم. وبنفس الوقت انا يعني باربيل كنت عم بستخدم طناجر حديد، فما كان فيها سيليكون، فكنت دائما اعاني من هالقصه، فكتير دققت على هاي القصه كتير كتير كتير، وردت بالي منها، فحسيت هذا الطعم كتير حلو للمطبخ. انتم قولوا رايكم فيه. اكيد لا تقولوا لي وين صياني الفرن، بدنا صياني للفرن، بدنا نعمل كيكات ووصفات حلوه، جبته من ميس ماكس، سعره 18 درهم. وهذا الحجم الثاني شكل دائري، اثنين حجمين كان سعرهم ب20 درهم. جبت سكينتين مع بعض ب10 درهم، هي عويرة ب6 درهم، هي ب5 درهم، ثلاث احجار، هي بتعصر ليمون لونها رمادي جبتها ب15 درهم. هذا طقم معالي ب11 درهم جبته، شايفين هيك شكله، بنفرجيكم رسمة، هي رسمة اخترناها انا وزوجي، قولوا لي رايكم فيها حبيناها. جبنا كمان ب11 درهم شوك صغيرة ناعمة مثل ما كنتم شايفين، كثير حلو شكله، كمان نفس الرسمة، حاولنا انه نطبق على نفس الرسمة، هيك فيها خط ذهبي خفيف خفيف، انا كثير بحب لون الذهبي، اللي متابعني بيعرف هذا الشيء. شوفوا جبت هدول كمان الشوك نفس الرسمة بس شوك كبار، كان بدي معالق صغار نفس الرسمة ما لقيت مع الأسف، آسف بالأخير لقيت، أنا نسيانة على فكرة يا بنات، طلعوا نفس الشكل، هدول كلهم بدهم غسيل وضب. هذا جبته ب16 درهم شكل خليط النحل من ميس ماكس، وهذا معطر اراضي للتياب لكل شيء بتقدر تستخدمه، كنت استخدم منه باربيل، وهو بيجي بريحة البخور، كتير بحب ريحته انا. رح
فرجيكم شو جبت من القبائل. جبت هاي ب10 درهم، لازم اثنين نظف. مشان استخدم فيشتين بدل فيشه واحده. اكيد جبت لاصق وجهين، هذا سعره 5 درهم، كتير بفيدنا. صابون سائل لليد سعره 10 درهم، 3 علب من الثلاث حمامات عندي. قلت لكم انا حابه كل المطبخ تكون عندي الادوات ابيض، فجبت هاي الفرامه لونها ابيض. الحياه السعيده تبدا بحياه صحيه. لوح هذا بيستخدموه الطباخين العالميين على فكره. هي سعرها 23 درهم، فان شاء الله رح اجربها، اذا عجبتني بقلكم. يلي متابعني بيعرف انه انا كثير بحب الخشب، فشفت هذا الصحن حبيته للسلطه، لاعجن شغله، لاسوي كثير شغلات، والحلو انه بيجي من تحت ابيض، سعره 21 ومن فوق خشب، كثير حبيته، فيني استفيد منه بكثير شغلات. وهذا الشكل الثاني كمان جبته كثير حلو، على فكره مختلفين طلعوا، في اختلاف بيناتهم، هذا كمان سعره 21، كمان لهالقصص. وشفت هاي الفرشاية لتنظيف حوض المجلى، سعرها 8 درهم، بتجي من سيليكون، السيليكون ما بحط لي اياه، فمشان هيك جبتها. وهيك هدول اول مشتريات لإلي بالبيت، ان شاء الله بالفيديوهات الجاي بشارككم شو بجيب، وفي شغلات عم بفتحها بس على سناب شات، ففيكم تتابعوني، اللي بحب يتابعني هنيك. على قد ما بننبسط من المشتريات، لما بنيجي نغسلهم بنندم، بنقول يا الله ما بقى يخلص هالجليات، ما بقى تخلص هالجليات. فانا حبيت الحوض مي ومعجون جلي، وبعدين حطيتهم يستنقعوا، وبعدين غسلتهم وكلهم حطيتهم على جنب لينشفوا لحتى اضبهم. والله يا جماعة عم بيكون عندي كتير شغل، يعني ما عم بفضح كراسي، فبخلص من هون شغل بنزل على السوق لأجيب باقي المستلزمات النواقص، لأنه عم بين معي شو ناقصني، مثلا معالق للطبخ، السيليكون مشان ما تتقحط الطناجر، لازمني صحون. إن شاء الله بالفيديوهات الجاي بفرجيكم شو اشتريت شو جبت. فدلوني الصبايا على سناب قالوا لي روحي على جيفت واي هوم، فرحت عليه ولقيت عنده كتير شغلات، وعنده طقومة كلها طقومة صحون من تركيا يعني جاية، نفسها شفتها على ترنديول، نفسها موجودة بهذا المحل. ففيه شغلات والله حلوة يعني عجبتني، بس يعني حسب الواحد شو بده، يعني حسب هو اللي هو محتاجه. أنا بدي هيك على قد عيلتي، ما بدي كمية كبيرة. هلا بلشت المدارس وبلشوا مع هذول القصص كلها، ألوان بتجنن. هدول كاسات مي صغار سعره 17، والأصغر منهم هدول
16. خلي عاطين بالصورة لونه ملون وبرا هو هيك لونه معقول بس هيك؟ بركي بيتلون بالحسب انت شو بتحطي فيه وبياخد لون. ايه عنجد؟ كأنه صار 24. لا تقولوا لي انه هذا مونو بريء، طلعوا هذا بريء يا جماعة، مانو بريء، طلعوا هذا بريء. ما ابراهيم؟ بريء صغير. ايه مو معقول هي كاسة؟ سعرها 8 درهم. زاز المشكلة شو رأيك؟ زوجي عم بيقول لي انه هدول تبعت كوكتيل، انتوا شو رأيكم؟ اي والله كثير كبار، معقول مين بيشرب هيك كوكتيل؟ كوكتيلات لا هي صغار كثير، اصغر قياس هذا بيجي. بس هي فوق كبيرة كانت والله. هلا اي بعرف بسوريا بيقدموا الكوكتيل هيك بس كبار. شايفة هذا؟ يوه هذا يعتبر وسط، حجم وسط بسوريا للكوكتيلات اللي قاعدة كوكتيلات. في هدول كاسات الشاي حلوين. كابريات 23. هذا المحل مهتم بالفناجين القهوة كتير أكثر من كل المحلات اللي رحنا عليها على فكرة. أي صح. في عنده كتير من موديلات وشي حلو هيك شي طلعوا في كمان كتير شغلات. كمان هذا حلو شوفي. طلع هون هذا أنا حبيته كمان. هي حلوة يسعد مساكو. 21 درهم. هي القهوة المرة أو القهوة. بس تعرف لازم نجيب وحدة والله حلوين يعني أكابريين وحلوين. والله حبيت. والله مو غاليات يعني حتى من بعض بالدسته كانه 12 وحده مع بعض. هذا الطقم 35 درهم. هلا هدول مشهورين كثير بتركيا شايفين؟ وهيك طلعوا في هيك شيء. هدول الكواب كبيره. والله عن جد قد ما دورت وفتلت الدنيا كلها الترامس هون بكميات هائله ومنوعة جدا. يعني انا هون بحتار اذا بدي اخذ ترموس والله العظيم. انا حابة حتى اخذ هي تبعت القهوة هيك حلوة على فكرة. شوفوا ما احلاها. 55 سعرة. اكيد كل ما اختلف السعر بكون حافظة اقوى. اعطوني رأيكم باللطقومة. اللطقومة كتير بتحير وكل واحد مختلف عن التاني. هلأ الاسعار متقاربة بس مثلا هذا 100 درهم شايفينه قدامكم. شوفوا في اشكال والوان. بيت هذا انا بارحة لسا شفته على ترنديو نفسه هذا الطعم. سعره 219 شايفين.